how to make a simple network. You should have switch, router, and end devices. The switch called, it's okay. The switch called layer 2. Router called ما ادري حضرني ما حضرني ما ادري كيف بس اي دي راوتر وورك باي اي دي اند سويتش يوز الحين هذا سويتش وهذا راوتر طيب ايش الفرق بينهم كيف اسال ذا وايرز كونكت باي ذا فيزيكال لاير وين يو ميك ا بروجكت يو شود بي هاف 5 بيج فيرست بيج كفر بيج وهذا اللي بنقول كيف نسوي ما نفهم الطريقه والله ما انا شايل هم الخطوات وبعد كم الدرجه لاست وان مشكله الانجليزيه هي مشكله يوميه لطلاب كليه المدربين التقنيين في الرياض لتعلم الانجليزيه وممارسه حياتك بصوره طبيعيه تعلم معنا الانجليزيه على مجموعه keep calm and learn english on bzor.com bzor.com شكرا